هي نشوة النصر وفرحة بزوال تنظيم الدولة. بعد معارك استمرت قرابة العام، خسرت فيها مدينة درنة أكثر من 250 مواطناً، وسجل فيها مئات الجرحى. فرحة جاءت لتمسح الأحزان عن المدينة التي أسرها التنظيم وعاث فيها فساداً، وامتدت يداه لتبدد أواصر الأخوة والمحبة مع المناطق المجاورة. في 20 من أبريل عام 2016، لم تكتمل فرحة الأهالي بهروب التنظيم من منطقة الفتايح إلى سرت، ففي ذات اليوم شنت طائرات عملية الكرامة عشرات الغارات الجوية على المدخل الغربي لمدينة درنة ومناطق متفرقة أخرى في أحياء الفتايح والساحل الشرقي دون توقف. استمر القصف خلال الأسبوع الأول عقب تحرير مدينة درنة، والأنظار ترقب إنهاء الصراع بزوال التنظيم، إلا أن غرفة عمليات المختار التابعة لعملية الكرامة أعلنت ولأول مرة عن البدء في تقنين إدخال غاز الطهو للمدينة ومنع إدخال الوقود بشكل كلي، ليبدأ فصل جديد أمام أهالي درنة عنوانه الحصار.